هلا والله يا وليدي، هاي البصرة وشوف الطيور كلهن صاعدات ما شاء الله فوق السياج كلهن. هاي البصرة وفكيته راح اطيره، الله لي يستر. انا خايف منه، امس قضيته بس لا يروح. والله هنجرب. يمكن جارور ندب لهن علف، خلينا ننزلن بعد، يمكن خوش طير هذا. يمكن مبين عليه خوش طير، لان شفت وقفته هيك شلون واقف. ننزل له. كلنا عندي طيران ما شاء الله، ذا النتور المخاليف مبينات عليه خوش مطيار، لان شوفوا يعلن وما شاء الله خوش مخاليف. تعال نزل، تعال صل على محمد. هذا ندار طيران قبل سمه بالغين، شوف شوف حتى ما يحطن منا ومنا على السياج على البيتوني. ما شاء الله ما شاء الله. خلينا ننزل الزواج الجو تتعدى. وشوف شوف 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 ايش قد، شوف 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 اذا جاي يشوفون، شوفوا شوفوا كم جو بعالي هاي مال هده، ما ادري شنو. شوف ذنيك جوقه كامله، شوف شوف هذاك المخلف ما شاء الله، اللهم صل على محمد. شوف 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 قوه يحط بالسطح، شوف شوف قوه قوه قوه، اللهم صل على محمد. خوش طيور هذن المخاليف، كلش خوش طيور. يلا كاهي، والبارحة كلن حجلتهن، كلهن حطيتهن قراصات، كلهن ولا واحد ما حطيت له قراصة. أحسن بس عندك ال شو اسمه أبو النفاخة ما خليت لهن، ولا رافل بقية كلهن مقرصات. خلي ياكلن وكملن وشربن وصعدهن على السياج. يا اخي يعني هسه ذن التور المخاليف يعني بينات عليهن خوش مطيار عليهن، لان من مطيارهن قوي يحطن بالسطيح وفتر منه وردن هيج وحطن هيج، خوش مطيار مبين عليهن. خلي ياكلن وشبعان نسلن، صعدن لكم فوق السياج. شوف هسه البصرة مبين عليه تو من وقفته خوش طير، ما ادري بعد ناخذ كم يوم من طيرة وياهن ونشوف مطيارة. يا ورجعنا وياكم يا ولد. دائما الطيور لا تشبهن، لا تخليهن شبعانات، دائما جوعانات. الطيور مني شبعان يروحن، تعال اساعدهم فوق السياج. هذا التار عم برسره، هذا تاي تاي هذاك اذا جاي يشوفون بالكت يجي، ما ادري مال ابن عمي والله ما ادري. وانها البصراوي صعدت على السياج، الله يعفوها. لان الكلين صعدت على السياج، وهذاك المخلف حط فوق على شو اسمه على البيتونه. عند الطيور كلهن طيران، كلهن كلهن، بس عندي هذا ما يطير، وما يعني اخليهن بس هيك يعني، ما اطيرهن خليهن يفترن وهاي لا، خاف اطيرهن ويرحل. لا انت هو طالع نسلهن وتوها جاي صعدنا على السياج، وتو بيهن توني فال الاشكالهن، فهيك خليهن شوية شوية احسن، يعني اسبوع والله طير بيهن. هذا عندك بس هذا ما يطير بعده، فالبقية كلهن كلهن صعدن فوق السياج. وعندك هاي التارة اليم البصرة وهاي،
شوفوها بالواسطة هاي، بعده نسلها يعني ما ادري شلون جاي تصعد على السياج، نسلها يعني كلش قليل وجاي تصعد على السياج. بس هذا عند بذيلي كم ريشين، كل النسل ذيله نسل وجناحاته نسل. ويلا يا ولد لهنا وينتهي فيديونا لليوم. ها بعدنا اوفو لا حد يطلع. الملاحظة اللي قالوا وصل الفيديو طوله وطوله، كلها ما شاء الله تكتب لي بالتعاليق طول الفيديو طوله. ان شاء الله منه ورايح راح اسوي لكم بعد كل 5 دقائق وفوق تدللون منه ورايح كل 5 دقائق وفوق. وبس حطوا لنا لايك ومتابعة، لايك هسه ما خسران شيء، هتصعد القناة تو بدايتي، حطوا لي لايك وما مشترك يشترك و فيديو جديد ان شاء الله نتلاقى. والله تعال غلسوا، يلا جود باي.